الجيش هو العمود الفقري تاع الدولة، معروف الجيش مش من اليوم، لأن بلا ثورية والجيش سليل جيش التحرير الوطني هو أساس، هو المحرر، هو الضامن دستوريا، وحتى من خلال إعلان أول نوفمبر الناس يمسوا الجيش باش ينحي لك الحماية، لأن عارف باللي اللحمة وضمان اللحمة تاع الجزائريين في كل الميادين هو الجيش.